اللي بغاني يبغيني كيف ما انا واللي يبغي يخصو يبغي كيف ما انت وكيف ما انت. السلام عليكم، معكم فيصل عزيزي على تراك باي تراك. الماضي نساه صافي داز، سمعنا بزاف صافي تيتوا، خاطينا كلام الناس. عندي واحد لافاز طويله ديال بلانك بيج، ديال ما عارفش بالضبط اشنو ذا نيكست ستيب. وصراحه الله اللي انسبيراني باش انا نرجع هي لا سين غاب ديال المغرب ديال دابا. لي زارتيست كي فون دو لا بوب ماروكان ماروكان je m'identifie pas. Les gens qui font le folklore, ماشي mon truc. La rock في المغرب ما كايناش. Moi je suis de à la base rocker. زعما la formation ما بقاش le rock. من بعد بان le rap et je suis pas forcément un big listener ديال rap. ولكن grâce à une connaissance تعرفت على بزاف ديال شنو واقع في الراب اي جيتي جوست ايمرفيي مي باسكو الراب كي دي راب دي لافرو دي هاد النوع ديال لا بوب الجديده اللي فيها هاد لا فايب ان بو اوربان واخا ما كيعجبنيش هاد لو تيرم اوربان ولكن كاين هادشي دونك حمسني انني ندير ان تروك دون سو سونس دو ليدي اللي جات مع النيزك. سمعنا الان انسترومونتال طبلينينا خدمنا بالطريقه اللي كيخدموا بها الدراري ديال دابا الوغ كو مو جو ترافاي با كوم سا جو ترافاي انا بالطريقه الكلاسيكيه ديال الكلمه كتبع كلمه ولي غام ايتترا صافي وبدينا الخدمه على كيف ما انا اي بي فوالا هكا باش جات الاغنيه. يعني بغيني كيف ما انا واللي يبغيك خصو يبغيك كيف ما انت وكيف ما انت. اختاريت على هذا الموضوع حيت كيقيسني بيرسونيلمون حيت بزاف ديال الناس كيتسائلوا على علاش انا داير بحال هكا، علاش انا ك بيرسوناليتي بوبليك داير بحال هكا. ما عرفتش كي كنبان لان ما عنديش انا لو ريكول بارابور ا موا ميم، علاش هذا الانسان كيدوي بهذه الطريقه، كيتحرك بهذه الطريقه، كيلبس بهذه الطريقه، كيعبر على افكاره بهذه الطريقه، علاش حر شويه زايد في الحريه اكثر من اللازم. ايوا هادشي كينطبق على بزاف الناس وحدين اخرين، علاش كتلبس هي هكا، علاش كتلبس مقزب، علاش كدير الزيف، علاش فهمتي عندنا هاد الحظيه بزاف، عندنا لو جوجمون حتى الواحد ما كيبقاش مرتاح. دونك اشاك فوا اللي بغا كيبغى كيف ما انت بليفوليسيون اللي واصل ليها، دونك تبقى انت وانت ومن جات الفكره ديال كيف ما انا. لو كوفر زوين بزاف وكنشوفو معايا لي دانسور لي مانيفيك دانسور اللي تلاقيت بهم غراس احلام مرون ياسين اسامه وسلمى كتسلم عليهم من هنا اي سون مانيفيك زعما ما عمري في حياتي ما تخيلت بانني غنتلاقى دي دانسور اوسي بيرفورمون اوسي بو اوسي جينيرو اي كيفهمو ها طايره. اي تما كنشوفو لقطه من اللقطات ديال الكليب ديال الناس مجموعين بيناتهم بحال في شي اسباس سبيريتويل فين كل واحد كيحاول يكون هو بحال وشي كيعاون شي بور اتر سوامج. دونك هذه الفكره. بغيتي الصراحة صراحة صراحة سي اون شونسون انا كنظن بان الناس فان ديالها اكثر من ما انا فان ديالها. هاد لا شونسون ماشي انا اللي كاتبها في كلمة، كاتب بزاف الاغاني. هادي اغنية كاتبها سكينة الفضيلي مع جليلة التلمسي قبل ما تكون فرقة كلمة. انا جيت بلي كومبوزيسيون ديالي، هي جات بكلكو شونسون ديالها، وهادو كانوا من الاغاني اللي معروفين في ليزاداك في داك الوقيتة. وملي تبروبوزات عليها لا شونسون في المرة اللي ما بغيتش نغنيها كاع j'ai fait résistance mais مع الفيلم برتقاله المره جلاصق تما حبيت لا بيرفورمانس ديالي اللي درت في فوكال اللي درت مي اوفرول اتس نوت ماي فيفرت. قلبت على مفتاح القلوب قلبك ما في الريتم تدوب ولو ما كان كيانك في هذا الكون. هاد الاغنيه تخدمات في باريس، هادي تولدات في باريس.
لا ديريكسيون ارتستيك كان ديال محمد تقلي اللي كاينين بزاف اللي كيتعامل اليوم مع بزاف ديال لي رابور ايتترا، فكانوا من التجارب الاولين ديالو في الاداره الفنيه، وكنا خدمنا على الكليب وخدمنا حتى على الاغنيه. انا كانت عندي غير باش تكون عارف مفتاح القلوب راه كانت كتبات في كلمه، كانت في جروب كلمه، وهذه اول اغنيه كتبت انا في كلمه، اول توت بروميير. هاد قلبت على مفتاح القلوب، قالوا كلمه في الريتم، قالوا كلمه في الريتم الدوب، ها كلمه راه كنجبدوا زعما كلمه في لو ريتم كدوب. وكانت هاد الكلام كتبته في وجده وباقي عاقل في لا بروميير فوا اللي كنا غنطلعوا فيها سوغ سين، وكنا محتاجين شي اغنيه جديده، وانا كتبت بالزربه هاد لو باساج، وهو اللي ولا الديبي ديال مفتاح القلوب فيرسيون ديالي في سولو. فخدمنا الكليب، خدمنا، كانت غاده في واحد لا ديريكسيون ولات في ديريكسيون واحده اخرى. اذا لاحظت راه كاين واحد شويه ديال التراب، كان ديبي دو تراب كاين في الانسترومونتال لور، وكاين بزاف ديال يورو بوب كيما قلتي حيت مصايبه في الاوروب دو توت لي فاسون. وانا مهدي بالاغاني اللي قرب ليا بزاف، وعارف بان بزاف الناس يا اما كتلقاهم كيموتوا عليها يا اما كيلقاهم اتس اوكي، ولكن كنعرف بزاف الناس عندهم بها واحد العلاقه تخي سبيسيال. دك الخلاله راسك بان والبلا وميت رياله باش نكفي احسن ماما. دك الخلاله هكا ماما من اجمل ومن اعظم الامور اللي درت في ما كارير، واللي انتشرت ماشي غير في المغرب، برا المغرب ايتو. ولكن واش فريمون عطاتني ديريكسيون؟ على الكونترير، elle m'a fait plus de problèmes que de زعما en terme de carrière، ماشي en terme de اغنيه في حد ذاتها اللي عجبت الناس والجمهور. من الناحيه الفنيه درت لك مشاكل اكثر من الامور مزيانه. نشرح علاش. هكا ماما اغنيه من التراث، دونك غنيتها تلصقات عليها ليتيكيت ديال انني متخصص في تجديد التراث، وانا ماشي هادي لانتونسيون ديالي كاع. انا اصلا الانسترومونتال اللي كنت مصايب باش نغني به واحد اللعيبه بعيده كل البعد. راه غصادفات مع انني مثلت في الحراز لا فيرسون جديده، اكتشفت الاغنيه بور لا بروميير فوا وجلي انتغري، جو تروفي ليدي مزيانه. مي من مور ما خرجت هاد الاغنيه الفان بيز ديالي بحال كتسناني نعاود النار الحمراء ونعاود الاندلسي ونعاود غير هادشي، اكثر من ان ملي كنقص في شي حاجه بلوز ولا الكترونيكا ولا هكا كيقول لك الى اون تران ديسي شي حاجه. دونك سما في اون ديريكت، ستادير كنت موسيقيا يعني اذا سمعتيها كما ما حيتي لي باغول هذيك هي موسيقتي، ولكن افيك لي باغول وافيك لو كونتوني ديال لا ميوزيك تراديسيونيل، ولكن من ناحيه ديال لا ديريكسيون درت لي مشاكل اكثر من حاجه. تكلم وخلي روحك تحكي، تكلم الكلام لما تهرب مني. يفو لدير كلمه لعبت دور كبير في لي انسبيراسيون. شي دابا ملي كيقول لك شنو ما لي زارتيست لي انسبيروك فيصل، كنقول جروب كلمه واخا انا فيه وتكلم. سيتي لو روتور، كنت غنغنيها بوحدي. من بعد جاتني الفكره نصيفطها لسكينه اللي كنت ما بقيتش دويت معها شي 3 ans. لقيت النمره ديالها غير باغازار، صيفطت لها ديمو قلت لها اسمعي ساليو، ما عرفتش واش نمرتك باقا هي سمعي هذه واش بان لك تغني معايا، قالت لي وي. جات بالزربه لغد لي سيتي نيزك انكور اون فوا لو ماجيسيان. صافي سجلنا لا شونسون وجدات لونسيناها نهار قبل ما نمشي لكوريا الجنوبيه، دوزيام في توندونس، ني كليب ني ليريكس ني والو، دارت ما كاين بس يا قلبي ما كاين قوة تمرير العالي مش هنا لبالي وحالي جديد بداني كل مرة نتمنني بعيد وبعيد. باش تعرفني مسطي، باش تعرفني مسطي مبسوطين ليا السلوكة كاملين، شو الأغنية اللي اختاريت ندير من مور هكا ماما اللي كانت لو كون سوكسي. سا سانريجستر في لا ميوزيك انديبوندونت افون، لا ميوزيك البديله، الموسيقى البديله الغير المعهوده لهذا. وبالنسبه لي كان لو ديفي جو فولي فوار واش سي جونشين افيك سا لي راديو فون باسي لا شانسون او با. ودازت
زعما ان ارتست كي فا ديبوتي افيك سا راه بون كوراج زعما هنايا زعما عندنا ما كاينش لي راديو سبيسياليزي في سو جون دو ميوزيك وماشي غير ماشي ديك القضيه ديال النخبويين ولا ماشي نخبويين راه كيسمعوها من كاع الانواع ديال البشر في المغرب ولكن واش كاين ان مارشي ديال لا ميوزيك تيب دو ميوزيك كو جوفي لا ما كاينش وما كاين بس عاونتني نفهم هاد القضيه هادي الغالي على بالي وما البالي حيران لما نشوفه قدامي ننسى اللي كان لو يسألوا عن حالي دموعي تقول كلام وي هاد لا شانسون كنظن فيها لو كونسونطري ديال لا نوستالجي اللي عندي كامله في لا ميلودي ملي كتسمعها كتجيب لك لا بحال كتعرف داك اللحن بحال سمعتيه فشي بلاصه قبل بحال اي سي فريمون اون شانسون تري ايموشنيل خدمتها مع ادم الروقي واحد لو كومبوزيتور اي برودكتور من قنيطرة دايوغ كاين الفوكلز ديال مريم الزعيمي في الممثله مريم الزعيمي معايا في لا شانسون كون هذيك كوفر اي الكوفر ديال لا شانسون سي جوج اللي صايبوني اللي هما الوالد والوالده ملي كانوا باقيين صغار في ان فواياج دونك ملي كنشوف داك لا فوتو كيبان لي بحال داك هذه الموسيقى اللي كانت في الباك جراوند ديالهم في داك الوقيته